خبر محزن بخيم على الوسط الإعلامي مع بداية عام 2020 برحيل الإعلامية اللبنانية بقناة الحدث العربية نجوى قاسم. وعن تفاصيل وفاتها، المدير مجموعة أم بي سي علي جابر لصحيفة النهار: على الأرجح أن ذبحة قلبية، وجدت جثة داخل شقتها بدبي، وقد تكون الوفاة تمت صباحا. نجوى قاسم اللي بدأت مشوارها المهني بقناة المستقبل اللبنانية تحولت إلى الحدث بعد ما كانت هي من ينقله، فصار اسمها ترند رقم واحد عبر تويتر فكتار نعوها. والبداية مع الفنانة إليسا اللي كانت من أولى الفنانات اللي نعت الراحلة، غردت وقالت: شو محزن هالخبر مع بداية السنة الجديدة. نجوى قاسم كان العمر قدامها طويل وكان عندها كتير لتقدمه بمشوارها بعد، الله يرحمها ويصبر عائلتها. وقامت إليسا بإعادة نشر آخر تغريدة لنجوى ودعت فيها عام 2019، وقالت الراحلة بالتغريدة: يا رب عام خير على الجميع، يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان. الفنانة نجوى كرم قالت: الله يرحم الإعلامية نجوى قاسم، وإن شاء الله تكون نفسها بالسماء. أما الإعلامية وفاء الكيلاني فغردت وقالت: خبر صادم، رحمك الله يا نجوى رحمة واسعة. ممثل وسام حنا قال: خسرك لبنان والوطن العربي، وجه من وجوه الإعلام المتمكن والمميز.